احكيلي بقى، الناس كلها بتخاف من المقابر، ده خوف طبيعي وغريزي، إلا حضرتك قلتي جملة إنك بتحسي بالأمان في المقابر. بحس بالأمان في وسط الميشين. احكيلي بقى إزاي؟ أنا معرفش أقعد في شقة، أنا حاسة بالأمان في الأرض. ليه؟ زي ما تقولي إيه، في أمان، يعني مفيش خوف، قاعدة في وسطيهم، مفيش خوف خالص. كل أب لما ابنه بيحب يكمل أو بنته بتكمل الشغلانة بيبدأ يسقيه أسرارها. أيوة. إيه أول سر علمهولك باباك الله يرحمه؟ قال لي امشي بما يرضي الله، والمية جنيه أحسن من ألف جنيه. احكي لنا عن الميت اللي صحي في إيديك. اللي صحي في إيدي؟ اللي كان في غيبوبة؟ لا، جيجي أنا قاعدة هنا برا عند البارك اللي برا ده، ولقينا جنازة بتنزلها العربية، واحدة قامت من الخشبة، ويا سعاد يا سعاد من جوه الخشبة، بعد ما غسلت بعد قعدت كده، يا سعاد يا سعاد. في ناس جريت وناس صوتت وناس زغرطت. ناس افتكر ناس جريت وناس صوتت وناس زغرطت. طبعا اهل الميت اللي زغرط. طبعا طلعت عايشه. وخدوها ودخلوها العربيه وخدوها ومشوا. يعني هي كانت في غيبوبه وافتكروها ماتت. الصبح. ايه الدرس اللي اتعلمتيه من 40 سنه في المقابر؟ الدرس اللي اتعلمته ان انا ايه، ابقى في حالي، دي اول حاجه. ان انا شفت يعني الماشين بعيني، اخاف ربنا. ربنا يا رب يديم عليكي نعمة الصلاح والتقوى، وتعيشي إن شاء الله كده، وتشيلي وتدفني كل الأموات اللي بيجولك، ويجعله في ميزان حسناتك يا رب.